بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العلامة ابن عاشر المالكي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ ميارة المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ في شأن الأنبياء والمرسلين: جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته. بعد أن ذكر الشيخ صفات الأنبياء والمرسلين من الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، وذكر أضدادها، ذكر الأشياء التي تجوز في حق الأنبياء والمرسلين، فقال: جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته. يعني أن دليل جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم، ونقل ذلك بالتواتر لمن بعدهم. ومعنى الأعراض البشرية المرض والجوع وإزاية الخلق لهم، ولكن حد ذلك منهم البدن، ولكن حد ذلك منهم البدن الظاهر، أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار فلا يحل المرض ونحوه بقلامة ظفر منها. يعني أن الأعراض البشرية كما ذكرنا في الدرس الماضي من المرض والأكل والشرب والنوم وإذاية الخلق، هذا أمر مشاهد ويجوز على الأنبياء والمرسلين لأنها أعراض بشرية، فباعتبار بشريتهم يقع عليهم ما يقع على البشر. ولكن هناك فرق بين الرسل وغيرهم، أن الرسل يقع على أجسادهم ولا يؤثر في قلوبهم، لا يؤثر في قلوبهم ولا يؤثر في عقولهم من باب أولى. ولذلك قال الله تعالى في شأن سيدنا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا محمول على ضر البدن وليس ضر العقل أو ضر القلب. وقد ورد أن البلايا عافية، عافية العارفين، عافية العارفين، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ ولذلك قال بعض العارفين: ولو بيد الحبيب سقيت سما
لكان السم من يده يطيب، ولو بيد الحبيب سقيت سما لكان السم من يده يطيب. يعني أنه مهما شدد عليه في البلاء فإنه يرى هذا البلاء طيبا، لأنه من الله تبارك وتعالى، فالبلاء منه عافية سبحانه وتعالى، البلاء من الله عافية. ولذلك قال: أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار فلا يحل فيها المرض، ولو بقلامة ظفر، يعني قدر ما يقصه الإنسان من ظفره. وأشار بقوله: تسل حكمته، إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الأعراض على الأنبياء والمرسلين التسلي عن الدنيا، التسلي عن الدنيا أي لأجل أن يتسلى الخلق. يعني إذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء في الدنيا، فالإنسان حينما يبتلى ينظر إلى حالهم، ينظر إلى حال الأنبياء والمرسلين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان، لما دخل عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف فوجده محموما، أصابته الحمى الشديدة حتى قال: لم أستطع أن أضع يدي على الثوب الذي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة السخونة اللي هي الحمى يعني. فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أي تمرض مرضا شديدا. فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أمرض كما يمرض رجلان منكم. ومعنى التسلي أي التصبر ووجود الراحة، يعني إنسان يتسلى بمعنى يتصبر، يعني كما يقول الحكماء، يعني الصلاحية أو الصلاحية لا تمنع المكتوب، يعني كون الإنسان رجلا صالحا لا يمنع البلاء، المكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى التسلي عن الدنيا أي التصبر ووجود الراحة عليها واللذة لفقدها والتنبيه لخستها، خسة الدنيا ولخسة قدرها عند الله تبارك وتعالى، لأن حلالها حساب وحرامها عقاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فأعراض الأنبياء، يعني ورود الأمراض على الأنبياء والمرسلين وحصول هذا وإذاية الخلق لهم، دليل على خسة الدنيا عند الله وأنها لا تعدل عنده شيئا سبحانه وتعالى، بدليل أنها يعني تحصل العافية للكفار ولا تحصل للصالحين. ولذلك القرآن قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، هكذا قال الله تبارك وتعالى، دليل على خسة قدرها عند الله وعدم رضاه عنها وعدم رضاه بها جزاء لأوليائه باعتبار أحوالهم فيها. ولذلك قال صاحب الحكم الشيخ ابن عطاء السكندري
إن الله عز وجل لم يجعل الدنيا محلاً لجزاء أوليائه، محلاً لجزاء أوليائه، فجل مقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، فجل مقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، لأنها فانية، فمهما أعطاهم من الجزاء فسوف يفنى. ومن ثم ادخر هذا للآخرة الباقية، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. فمهما طال عمر الإنسان فيها وتمتع فسوف ينتهي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد الحكماء: ألا قل لمن دهمته خطوب وجرع من دهره ما أسى، تأس بمن قبل يا رجل، فإن التأسي دواء الأسى، فإن التأسي دواء الأسى. ألا قل لمن دهمته الخطوب، الخطوب اللي هي البلايا والرزايا والمصائب، وجرع من دهره ما أسى، أي ما أحزنه. الأسى هو الحزن، يعني تجرع من كأس الدنيا ما أحزنه. تأسى بمن قبل يا رجل، أي تصبر وتسلى بالأنبياء والمرسلين، وانظر ماذا حدث للأنبياء والمرسلين مما قصه الله تعالى في القرآن من ابتلاء في النفس والأهل والولد والمال وغير ذلك. قال: فإن التأسي، أي التصبر، دواء الحزن، دواء الأسى، أي دواء الإيه؟ دواء الحزن. ولذلك العلماء قالوا: ومن حكمة وقوع تلك الأعراض، يعني البلايا والرزايا، فيها حكم كثيرة. من هذه الحكم تبيين الأحكام الشرعية، تبيين الأحكام الشرعية وتعليمها لأممهم بسبب ما ينزل بهم من نوائب الدنيا ومصائبها، كصلاة الخوف مثلا، كصلاة الخوف، يعني في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا ابتلاء بالخوف من العدو، فلما خاف المسلمون من الأعداء أن ينقضوا عليهم مرة واحدة جاء حكم شرعي، أمر الله بقسمة الجيش نصفين، يصلي بقسم ركعتين، والقسم الثاني يأخذ السلاح ويقف من ورائهم حتى لا ينقض عليهم العدو مرة واحدة. يصلي بهم ركعتين ثم يصلون هم ركعتين وحدهم كالمسبوقين، ويبقى الإمام بين الذكر والدعاء. فإذا صلى الجماعة الأولى أربع ركعات، ركعتين مع الإمام وركعتين وحدهم، وسلموا،
النصف الثاني الذي معه السلاح يأتي ليصلي الركعتين الباقيتين مع الإمام كالمسبوق، ثم يسلم الإمام ويقضونهم الركعتين الأوليين اللذين صلاهما بالطائفة الأولى، والطائفة التي صلت تأخذ السلاح وتحمي الظهور خوفا من إيه؟ من أن ينقض العدو عليهم مرة واحدة. يبقى إذن الابتلاء بالخوف من العدو أتى بحكم شرعي وهو صلاة الخوف. وقد كان صلى الله عليه وسلم له حراس يحرسونه خوفا من العدو، لكن لما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي يحفظك من الناس، أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من الباب وقال عني أيها الناس فقد عصمني الله عز وجل، يعني حرسني الله، فلغى الحراسة، ألغى الحراسة صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، يعني لا أحد يستطيع أن يعتدي عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكالتداوي عند المرض، الابتلاء بالمرض، يمرضون الأنبياء والمرسلون، يعني يمرضون كي نتعلم منهم حكما شرعيا وهو التداوي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض تداوى واحتجم، احتجم صلى الله عليه وسلم، ولما لدغته العقرب وهو يصلي دعا بماء وملح ووضعها على مكان اللدغة وقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ليجمع بين التداوي بالوحي، التداوي بالقرآن، والتداوي بالأسباب العادية الماء والملح، لأن الملح كما يقول الشيخ ابن القيم في الطب النبوي له خاصية في جذب السموم وإبطالها، هذا تعليم لحكم شرعي، يعني لدغته العقرب فاستفدنا شيئا منه صلى الله عليه وسلم واستفدنا حكما شرعيا وهو التداوي. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يبقى إذن ابتلاءهم بالمرض أتى لنا بحكم شرعي وهكذا. مع أن التداوي لا ينافي التوكل على الله، لأنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب، ولكن الشفاء من الله كما قال على لسان سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، لكن ربط الله الأسباب بالمسببات، ربط الله الأسباب بالمسببات، فيخلق الله الشفاء عند تناول الدواء، يخلق الله الشفاء عند تناول الدواء، لا أن الدواء يشفي بطبعه أو بقوة أو دعها الله فيه، لا، وإنما يخلق الله الشفاء عند الدواء، عند التناول، يعني كما يخلق الشبع عند تناول الطعام، ويخلق الرية عند تناول الماء، ويخلق الإحراق عند مس النار، وهكذا. فالكل من خلقه سبحانه وتعالى، ولكنه ربط الأسباب بالمسببات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أصابه الصداع لشدة الوحي، وكان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرودة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الصداع غلف رأسه بالحناء، غلف رأسه بالحناء،
لأنها علاج للصداع، علاج للصداع. وكاستعمال الصبر والرضا والاستسلام والتفويض عند نزول المكاره، فكان إذا اشتد عليه البلاء صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كان يدعو. فالدعاء سلاح المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. فقد دعا صلى الله عليه وسلم على أبي جهل لما اشتد منه الأذى، دعا عليه ودعا على حزبه، لكن ليس لحظ نفسه وإنما لحق الله تعالى، لأنه معتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتد على الدين، فدعا عليه لأجل الله، دعا عليه لأجل حق الله تبارك وتعالى لا لحق نفسه صلى الله عليه وسلم. وكتعلم أحكام السهو في الصلاة وصلاة المريض وآداب الأكل والشرب والنوم واللباس وقضاء الحاجة وغير ذلك من الأحكام. يعني سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي من ضمن الأعراض البشرية السهو، السهو في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، إني لا أنسى ولكن أنسى، يعني ينسيني الله عز وجل لأسن. فقد قام صلى الله عليه وسلم من ركعتين من غير تشهد سهوا، وسجد قبل السلام، وسلم من ركعتين، ولما ذكره سيدنا ذو اليدين أقصرت الصلاة نسيتها رسول الله، قال: كل ذلك لم يكن. فقال للصحابة: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام. إذن فحصول السهو أتى لنا بحكم شرعي، وكذلك صلاة المريض. فكان صلى الله عليه وسلم حين يمرض كان يصلي جالسا، كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سقط من فوق فرس فجحش شقه، جحش يعني حصل فيه التسلخ، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، يصلي جالسا. فهذا تشريع، يعني أصابه يعني شيء من الأذى في جسمه، فتعلمنا منه حكما شرعيا وهو صلاة، كيفية صلاة المريض. إذا لم يستطع الوقوف جلس. وكذلك الأكل، الشرب، النوم، تعلمنا آداب الأكل والشرب والنوم من هذه الأعراض التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. ومن هذه الحكم تكثير الأجر، تكثير الأجر وإعظام الثواب ومضاعفة العطاء لهم، لأن طبعا الأنبياء والمرسلون حينما يشدد عليهم في البلاء يضاعف لهم الأجر، يشدد عليهم في البلاء ويضاعف لهم الأجر والثواب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، كما رواه البخاري وغيره.
وفي حديث آخر قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عباد الله من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا، كما رواه الترمذي. هذا حديث للدلالة على مضاعفة الأجر والثواب، لكن بشرط الصبر، بشرط الصبر. إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو أهله أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا.